ايش طرق الديريفيشن للمودلز؟ ايش الطريقه الاساسيه اللي منتشره؟ بنسميها اناليتيكال موديل. حتى اعمل اناليتيكال موديلنج لازم يكون في عندي معرفه بتفاصيل السيستم. حتى اعمل اناليتيكال موديلنج اعمل اناليتيكال موديلنج، يعني بدي اطلع موديل من المعرفه اللي موجوده عندي فروم فيرست برنسبل، لازم يكون عندي معرفه تفصيليه بالانترنال كونستراكشن تبع هذا الموديل. يعني بعرف هون في عندي دامبر، هون في عندي سبرينج، هون في عندي كاباستر، هون عندي اندكتر، عندي هون بريشر فالف. من هاي الاشياء بقدر اطلع موديل. نعمل عاده بنطلع سيت اوف وان اور مور ديفرنشال إذا بدنا نكون دقيقين. إيش المودلز اللي بنحكي عنها هون؟ أي نوع من المودل؟ ستاتيك ولا دايناميك؟ معظم الوقت إحنا بنحكي عن دايناميك مودلز. دايناميك مودلز إنه هون بيطلع عندي set of differential equations. set of differential equations بعدين شو كنا نعمل؟ set differential equations بنعرف الأرقام اللي فيها من معرفة لقيمة الكاباسيتر، من معرفة لقيمة الاندكتر، معرفة لقيمة الريزستر أو السبرينج. نطلع set of differential equations ومنهم بعدين بناخد يا بناخد اللابلاس ترانسفورم ونطلع الترانسفير فانكشن، او اذا كانت السيستم هذا مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت، يعني البلانت نفسها لها عدد من الانبوتس وعدد من الاوتبوتس، ايش بنطلع؟ بنطلع ستيت سبيس موديل وبنكمل. هذا اللي هو الاناليتيكال موديلنج. اناليتيكال موديلنج يكون عندي معرفه تفصيليه. النوع الثاني بنسميه empirical أو experimental. بال empirical modeling ما بيكون عندي معرفة داخلية بتفاصيل هذا السيستم. السيستم بالنسبة لي عبارة عن في عندي access لل inputs وال outputs. ما عندي اكسس غير للانبوتس والاوتبوتس تبعت هذا السيستم بس، والسيستم عباره عن بلاك بوكس. بلاك بوكس يعني هيدن بالنسبه لي، ما بعرف التفاصيل الداخليه، يا اما انه ما بقدر اوصلها واطلع عليها، يعني مش محطوطه بشكل واضح. بالحال هاي شو بعمل؟ بكون عندي بنعمل اكسبوزنج، اكسبوز او سبجكت to a set of inputs and record output. ايش في مثال عليها من اللي اخذته بالكلاسيكال كنترول؟ البودي بلوت. البودي بلوت دير بالك البي اي دي، انا ما بطلع موديل للسيستم، انا بتحكم بالسيستم بحيث يعطيني ريسبونس وانا لسه ما بعرف الموديل. بس مين اللي حكى بودي بلوت؟ البودي بلوت. البودي بلوت اني بصير بعرض السيستم لساينوسويد، لساينوسويدال انبوتس لها امبليتود معين ولها فريكونسي معينه. وايش بسجل؟ بسجل الاوتبوت. ايش لازم يكون اذا كان السيستم لينير؟ ساينوسويد بس له امبليتود مختلف وفيز مختلف، فبروح يكون له في فيز انجل مختلف وامبليتود مختلف. بعدين ايش بعمل؟ بغير الفريكونسي تبعت الساينوسويد، برد بعمل نفس الشيء بستنى للسيستم يعمل سيتلينج وبسجل، بيطلع معي جين اند فيز بلوت. البودي بلوت هي احد الطرق اني اطلع احد المودلز. مش البودي بلوت هو موديل للسيستم، الجين والفيز بلوتس هي موديل للسيستم. طبعا في طرق ثانيه ممكن استعمل نيورال نتوركس، ممكن
ممكن استعمل نيورال نتورك يراقب الانبوتس والاوتبوتس تبعت هذا السيستم واعمل تريننج للنيورال نتورك بحيث انه هو يعمل كابتشرنج للموديل تبع هذا السيستم فيصير النيورال نتورك كانه موديل كانه بيمثل الموديل الدايناميك موديل تبع هذا السيستم. لازم نستخدم ريكيرسيف نيورال نتوركس. ريكيرسيف نيورال نتوركس انت بتاخذ تعتمد على الترتيب تبع الانبوتس اللي موجودين. هذا امبيريكال موديلنج. هاي احد الطرق. في طرق ثانيه طبعا، في ارما موديلنج وفي اشياء ثانيه، في طرق كثيره. اذا ما عندي التفاصيل الداخليه تبعت السيستم بقدر اطلع الموديل لهذا السيستم بدون ما يكون عندي معرفه بالتفاصيل الداخليه الموجوده بالسيستم. وبعدين في عندنا السيمي امبيريكال او سيمي اناليتيكال، اني بكون عندي فكره عن ستراكشر تبعت السيستم بس انا مش عارف البارامترز اللي موجوده فيه، فبطلع جنرال موديل للسيستم بالايكويشنز اللي فيه بدون الكونستنتس، والكونستنتس بطلعهم امبيريكلي. اذا هذا بنسميه سيمي امبيريكال. بنعمل درايف جنرال ستراكشر اوف equation، بعدين بنستخدم empirical method to find the constants. زي لو انا عارف انه علاقه هي مثلا علاقه تربيعيه a square a x square، يعني لو انا عارف انه y بتساوي a x square زائد bx زائد c، والسيستم انا بقدر ادخل له x وبيطلع معي y من هون. انا ما بعرف قيم a و b و c، كم مره لازم اجرب حتى اقدر اطلع قيم a و b و c؟ بهاي الحاله 3 مرات، مش هيك؟ بجرب قيم مختلفه وبقدر بعدين اطلع الفاليوز تبعت a و b و c، بيطلع معي مثلا 3 معادلات وبقدر اطلع القيم المختلفه لهذول. اوكي، اذا هذه طريقه ان بتوين بين الاناليتيكال والامبيريكال. بستعمل بطلع ستراكشر من معرفتي للسيستم بشكل عام، بس انا في كونستنت معينه مش عارفها، بعدين بطلع قيمه هاي الكونستنت بيوزنج امبيريكال ميثودز.